عبد اللطيف الحموشي يمنح ترقية لضابط أصيب في تفكيك خلية تيفلت. السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم. منح السيد عبد اللطيف الحموشي المدير العام للأمن الوطني ومديرية مراقبة التراب الوطني ترقية استثنائية لضابط أمن تعرض لاعتداء وإصابة بليغة خلال تفكيك خلية تيفلت يوم الخميس. كما ستتكفل المديرية العامة للأمن الوطني بجميع مصاريف ونفقات الاستشفاء والتطبيب التي تتطلبها وضعية ضابط الأمن، وتندرج هذه الترقية الاستثنائية في إطار العناية الخاصة التي تفرضها المديرية العامة للأمن الوطني لأسرة الأمن، وخاصة منهم العاملين في مجموعة التدخل السريع. وكان المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني قد أعلن أن العمليات الأمنية التي جرت يوم الخميس ضد خلية تنشط في عدة مدن مغربية تأتي في إطار الجهود المتواصلة لتحييد مخاطر التهديدات وتحصين المملكة ضد المخططات التخريبية التي تراهن عليها التنظيمات الخارجية. وجاءت على ضوء معلومات استخباراتية دقيقة أفلحت في تفكيك خلية تابعة لما يسمى بتنظيم الدولة وإحباط مخططاتها التي كانت وشيكة وبالغة التعقيد ولها ارتباطات في عدة مدن مغربية. شكرا لكم على المشاهدة، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم الجديد. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.